نواصل معكم مشاهدينا أخبارنا. انطلقت بطولة أفريقية، البطولة الأفريقية للدرجات الجبلية في محمية وادي دجلة بمشاركة 16 دولة أفريقية بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وقيادات الوزارة المعنية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المهمة والمهتمين بالرياضة والبيئة. نشوف محاضراتكم التقرير ده ونرجع نواصل. أقيمت بطولة أفريقيا للدرجات الجبلية لأول مرة في مصر في محمية وادي دجلة بمشاركة 16 دولة أفريقية وبحضور السيد الدكتور وزير البيئة وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالرياضة والبيئة. احنا لما بنجتذب الناس دول عندنا بنبدأ ان احنا نزود الوعي البيئي بما هي المحمية وايه عناصر المحمية اللي موجودة وازاي نحافظ عليها، وبالتالي نقدر ان احنا الناس اللي يجوا مش بس ان هم يجوا علشان يعرفوا او يزيدوا الوعي البيئي بتاعهم، ولكن يمارسوا أنشطة. كلنا في القاهرة مش لاقين مكان ان احنا نركز نمارس هذه الأنشطة. في دروس مستفادة كتير هنتعلمها من التجربة دي. الاحتكاك ده هيخلينا نجيب دروس مستفادة، هنخلينا نعيد تاني ونطور تاني علشان نوصل للمستوى العالمي. دي بتعتبر مفاجأة بالنسبة لمصر ان العدد الضخم دوت يشارك في بطولة أفريقية لأول مرة تقام في مصر. الدرجة الجبلية كانت أصلا غير موجودة في مصر، حاليا دلوقتي مش موجودة بس موجودة بهذا العدد الضخم، ومصر تنظم بطولة يشترك فيها أكثر من 14 دولة أفريقية من شمال وجنوب أفريقيا، من شرق أفريقيا، من غرب أفريقيا، كل موجود. في حد ذاته ده نجاح كبير، ان انت بتعملي نوع من الجذب للسياحة، نمرة واحد. نمرة اتنين من الناحية الفنية، النهارده الفريق المصري عمل مفاجأة دلوقتي، انا اقول لك يمكن اول مرة هتقوليها، ان كسب المركز يعني الميدالية الفضية والميدالية البرونزية. بطلة افريقيا في الطريق وفي التراك، واول لعيبه اولمبيه تاهلت للاولمبيات دوره العاب اولمبيه عامه على مستوى افريقيا في التاريخ عامه، بس ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت في ريو دي جانيرو. لكن الماونتن بايك كانت اول تجربه ليا، وكانت بصراحه يعني حاجه ممتعه وحاجه صعبه جدا، ما كنتش اتوقع ان انا اصلا يعني اخد مركز فيها. لكن هو يعني كمصريين احنا وكابتسام عامه ان انا باخد اي منافسه لازم يعني الحمد لله يعني فضل ربنا بيكون حاطط جوايا ثقه ان انا اعمل فيها حاجه. احنا عمرنا ما لعبنا ماونتن بايك، بس هم عشان البطوله مقيمه في مصر فلازم نشارك فيها، فالكابتن قال ان في معسكر افريقي لمده 3 أسابيع لازم نحضره، فروحنا وحضرنا واتمرنا تقريبا اسبوعين على لفه السبق، مش اللي هو الهارت ريت، لا تمرين عادي، خصوصا ان احنا كنا خايفين في الاول عشان خاطر اول مره نشوف جبال، اول مره نشوف صخور، اول مره نشوف منازل خطره زي دي، فاحنا خدنا الجرأه الاول من التمرين. بعد كده في السبق خدنا عشنا جو السبق ولعبنا والحمد لله فزنا. استضافه مصر لبطوله افريقيا للدرجات الجبليه يبرز مدى اهتمام مصر ودعمها المستمر لجميع الانشطه الرياضيه والرياضيين. ساره السعودي، 90 دقيقه، قناه المحور.